نبت غوت عامر. خاطر البطبوط تنطيبوه هو عامر غير، ماشي تيطيب البطبوط باش نديرو الحشو، لا كي طيب من الاول مع الحشوه واخا. ايه العجين ديال هاد البطبوط صغير، عندنا ربعه ديال الحرش، ربعه ديال الخرز، خميره ديال العجينه، شويه الملح، كنعجنو العجينه ديالنا بالنباتي كتكون مرخوفه، غنخليوها عاد ترتاح واحد شويه على ما نوجدو الحشو ديالنا. الحشو ديالنا فيه القطه ديال الزبده، غنقربوها غليظه. انا نعطيكم مقادير عاد نقول لكم الطريقه. ثلاثه ورق ديال سيدنا موسى، نص ضامه ديال البنه تاع الحوت، معلقه كبيره ديال التحميره والكمون والزنجبيل، اربعه ديال العروش ديال الكراكس مقربين، كراكس مقرب، حامضه معصره، شويه الملح، نص كاس صغير ديال الماء، زوج معالق ديال زيت العود، وشويه زيت الروميه. نمشيو الطريقه. تفضلي. غنشدو لي زيتينا، اول حاجه هذيك الكاس تاع الماء اللي قلت لك غادي نحاولوا نفلقوه حتى ديك شويه الماء وقصيدنا الماء والملح. ملي غادي تفلقوا لنا حيت غنقطعوا غلط، غادي نشدو لي زيتينا غنديرو في مقله، غنزيدو عليهم شويه زيت العود والعادي وشويه الزيت العاديه، ونزيدو عليهم الكرافس. تتحرينا هاد المقادير مزيان، يعني حتى تطيب لينا الكرافس وتطيب لينا الزيتينا اصلا طيب، وتنشحروا مع الكرافس. تنضيفوا عليه القامه، القامه اش فيها؟ قلنا التحضيره والكمون والزنجبيل على حسب كل واحد، حيت كاين اللي كيبغي يدير القامه قليله، كاين اللي كيبغي يدير القامه كثيره. وشويه الزعتر وعصير الحامض، غير حكه ديال الزعتر وعصير الحامض، وغنزيدوا عليه 100 غرام ديال الزيتون وجوج حكات ديال الثوم، يعني نحيدوا منه الزيت. تنخلطوا هاد الزيت في نار، ونخلطوا معاه الثوم، ونخلطوا معاه هاد المقادير كامله. تنشدوا تنسرحوا، تندير جوج كرات من هاد العجين، جوج كرات. الكرة الأولى تنسرحوها مستطيلة، تنحاولوا نديروا الحشو في الوسط، نديروا شوية هنا شوية هنا شوية هنا حتى تنعمروا هذاك المستطيل الأول. تنشدوا المستطيل الثاني حتى هو تنسرحوه، ملي تنسرحوه تنديروه على المستطيل الأول. تنشدوا شي عندنا شي مقطع دائري وتنبداو نقطعو، تنبداو نقطعو نقطعو حتى تتقطع لنا، حتى تنحطو على بطاطا صغيورين، نحطوهم يخمروا شوية غير شوية يخمروا، وغادي نطيبوهم في المقلة. طيبوا بالطريقة العادية، تيتحمروا من جهتين مزيان، تيتحمروا من جهتين بجوج.